خليني اقول لك على حاجه. هو كل 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 جهه اقول لك مبدا مريح جدا. انت عارف احنا بنلخص الحكايه يعني. بص، كل واحد بيعمل شغل، كل واحد بيعمل شغل. يعني هو دول بيعملوا شغلهم. الدوله المصريه بتعمل شغلها، انه عندها وجهه نظر انه هناك ضروره للتعديلات الدستوريه. وعايز اقول انه هذه التعديلات الدستوريه يا جماعه لما نناقشها، هذه التعديلات الدستوريه مش عشان عبد الفتاح السيسي، كويس؟ يعني اللي يجي يحصرها في ده، وخلينا نتكلم شويه بصراحه مطلقه طبعًا يعني طبعًا. كويس، مش عشان عبد الفتاح السيسي، في حاجات كتيره جدا في هذا الدستور. هذا الدستور اللي هو بتاع 2014 يقول لك ايه؟ هو انتوا مش رقصتوا قدام اللجان وانتوا بتوافقوا على الدستور ده؟ هو مش الصحافه طلعت قالت انه ده اعظم دستور حصل في التاريخ؟ طلعنا رقصناه ودعينا الناس ان هي تطلع تصوت، وقلنا في الاعلام ان هذا اعظم دستور في التاريخ في وقت. ليه بقى؟ في حاجه اسمها موضوعيه السياق، تمام؟ موضوعيه السياق، عشان افهم اي موضوع لازم احطه في سياقه، صحيح؟ فاهمني؟ اللي هو ايه بقى بالبلدي، سيبك من البحث العلمي يعني، اللي هو ايه؟ اقول لك يا اخي عايز ظرف. عندنا يعني في ظرف ما حصل وقتها، وانت طب كان في 2014 لسه العالم محاصرك من ناحيه، عندك ارهاب متصاعد، عندك ارهاب متصاعد بشكل كبير جدا، والاهم من ده بقى نشات ان عندك طامعين اللي هم طلعوا وقال لك عايز يخطف، اللي هو قال لك احنا عملنا 30 يونيو كويس، فجابت الانقاذ من ناحيه، الراجل اللي صور الـ المظاهرات من ناحيه، اللي مش عارف عمل ايه.